أطلقت المديرية العامة للجوازات من خلال منصات أبشر ومقيم عددا من الخدمات الجديدة بعد تدشينها من قبل سمو وزير الداخلية، والتي تهدف إلى تسهيل إنجاز خدمات الجوازات للمواطنين والمقيمين باستخدام الوسائل الإلكترونية. الزميلة شادن الحايك تنضم إلينا من الدمام لإطلاعنا على مزيد من التفاصيل حول ذلك. مساء الخير شادن، إذا تكرمت أن تعطينا النبذة أكثر عن هذه الخدمات الجديدة التي أطلقتها المديرية العامة للجوازات، والتي ساهمت بشكل كبير في إنجاز خدمات سواء للمواطنين أو المقيمين. مساء الخير إيمان. نعم، هناك الكثير من الخدمات التي أطلقتها وزارة الداخلية ممثلة بالجوازات. تلك الخدمات تعنى بالمواطن المقيم على قطاعات الأفراد والمنشآت أيضا. تصنيف هذه الخدمات كثير جدا ومتعدد، ويساهم أيضا في اختصار الوقت والجهد، ويحقق رؤية وزارة الداخلية نحو خدمات إلكترونية متكاملة. لتفاصيل ذلك معنا المتحدث باسم جوازات المنطقة الشرقية العقيد معلى العتيبي حول ما تحدثت عنه سابقا. سعادة العقيد مساء الخير. مساء النور، حياكم الله، اتشرف بوجودكم بجوازات المنطقة الشرقية وبقناة نقلة القناة الأولى. ما هي الخدمات الجديدة التي تمت إضافتها؟ انفاذاً توجيهات سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسيدي سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، دشن سيدي صاحب السمو الملكي وزير الداخلية عدد من الخدمات في منصات الجوازات المختلفة الثلاث، سواء أبشر والتي تعنى بالأفراد، وأبشر أعمال التي تعنى بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، ومقيم للمنشآت الكبيرة. من ضمن تلك الخدمات التي دشن في أبشر خدمة تتعلق بالجواز السعودي، وهي خدمة فريدة من نوعها، إلكترونية 100%، واللي هي تتعلق بإصدار أو تجديد جوازات السفر للي أقل من 15 سنة. في السابق كان يضطر ولي الأمر لمراجعة مقرات الجوازات بعد أخذ موعد لعمل الجواز نظرا لعدم وجود بصمة أو صورة للتابع الصغير السن. حاليا صار يقدر ولي الأمر يصدر أو يجدد الجواز من خلال الخدمات الإلكترونية بعد ما يحمل الصورة حقت الطفل. الخدمة الثانية خدمة التفضيلات. ما يخفى عليكم على السادة المشاهدين أنه حسب الأنظمة وثائق السفر السعودية أصبح يتطلب الأمر موافقة من الطرفين الأب والأم حسب سن القاصر. فمن خلال التفضيلات ممكن للأم والأب وضع تفضيلاتهم بالنسبة لإصدار أو تجديد جواز السفر أو كذلك تصاريح السفر. وكذلك أضيفت خدمة في من خلال منصة أبشر، وهي تتعلق في خدمة الرسائل والطلبات لمراسة الجوازات لتنفيذ الخدمات التي لم يتمكن المستفيد من تنفيذها من خلال خدمات الجوازات الإلكترونية. وأخيرا في خدمتين تتعلق بتجديد الإقامة أو تمديد الخروج والعودة للمقيمين الخارج المملكة العربية السعودية. كان في السابق ما يمكن لأصحاب العمل عمل ذلك، الآن صارت إلكترونية 100%. وأخيرا في منصة أبشر أعمال أو منصة مقيم وجدت خدمتين، اللي هي تجديد الإقامة خارج لمن هم خارج المملكة، وكذلك خدمة إصدار تمديد الخروج والعودة لمن هم خارج المملكة. وكذلك وجدت خدمة في مقيم اللي هي تقرير مقيم للضمن بيانات المقيم كاملة. وكذلك أضيفت في مقيم وأبشر أعمال خدمة اللي هي خدمة إصدار الخروج النهائي خلال فترة التجربة. أحيانا لما يكون يجيب واحد عامل خلال 3 شهور للتجربة ما ناسبه يقدر يمنح خروج نهائي بدون إصدار إقامة. ذكرت قبل قليل بأن إصدار جواز أقل من 15 سنة يتطلب موافقة الأبوين، ذلك في حال الزواج أو في حال الانفصال، أو هناك ضوابط معينة؟ في جميع الحالات حسب نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية يتطلب موافقة الوالدين الأب والأم سواء كانوا منفصلين أو هم ما زالوا مجتمعين في عقد الزواج، الموافقة على تصريح السفر للابن أو الابنة لأقل من 15 سنة أو 21 سنة بشكل عام. الشيء الثاني عملية إصدار أو تجديد الجواز السفر. أخيرا في مجموعة الخدمات هذه تكمل المنظومة للخدمات الحكومية الإلكترونية وتحقق رؤية مقام وزارة الداخلية في التحول الرقمي، وتحقق الهدف الرئيسي للجوازات أن تكون إدارة بلا مراجعين. كما ساهمت هذه الخدمات والمتوالب اللي فيما يضاف لاحقا بإثراء تجربة المستفيد من خدمات الجوازات.
ما يخفى عليكم كان في السابق يتطلب فيه أمور كثيرة، يتطلب مراجعة. خدمة الرسائل والطلبات خصص في جميع مناطق المملكة كادر لإنهاء كافة المعاملات دون تأخير للمستفيدين. فندعو كافة المستفيدين خدمات جوازات في حال تعذر تنفيذ خدمتهم إلكترونية من خلال المنصات الثلاث المراسلة عبر خدمة الرسائل والطلبات حسب التصنيف الطلب نوع الملاحظة اللي ظهرت له ومراسلة الجوازات، ليقوم مختصين بالاطلاع على الرسالة والتأكد من استكمال المسوغات النظامية وتنفيذ طلبه إلكترونيا 100% دون الحاجة أن يراجع إدارات الجوازات. شكرا لك سعادة العقيد. نعم معك منى، نحو تحول رقمي يختصر الوقت والجهد ويعزز أيضا الجانب الاقتصادي والاجتماعي. بكل تأكيد، شكرا جزيلا لك شادن الحايك، وأيضا الشكر موصول لضيفك سعادة العقيد معلل العتيبي على هذه المعلومات التي قدمها للمشاهد الكريم. شكرا جزيلا لكما.